سولف انت بتسولف تونا نسولف ايه؟ عن الاعلام الرياضي ايه؟ شوف الامثال تضرب ولا تقاس يعني صحيح. انتوا احنا حطيتهم مثالين كيتا ومحمد راشد. محمد راشد مع كل رجل بالملعب بالتلفزيون العالم كلها شافته وهو طق على صدره وعلى الشعار صح. العالم شافته صح. برز بالاعلام كيتا طبعا ما حد يختلف عليه لكن انتوا هل تعلمون ان في ناس انهارت في قرارات الملابس قامت تبكي من يقول ان النادي العربي ان لاعبينه ضد لهالدرجه من يقول ان ما عندهم شعور مو الولاء الولاء هذه كلمه مطلقه كلمه مطاطه من يقول ان ما كان عندهم غير على فريقهم عندهم غير على فريقهم هذا كلام مو صحيح ترى اللي قاعد يدور انا اقول لك بكل صراحه في لاعبين بكوا على الدكه ترى مو كل شيء يبرز لك الاعلام تسمح لي بانور بس في 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 شعور عند اللاعبين العربي لكن انا اقول لك الخيل على خيالها بونور انا ما ابي يعني الخيل على خيالها انا اقول لك اسمح لي انت لما تجيبني وتحطني وتحطني وما توجهني انت ما عندي يعني يعني ضربنا في وايد في المدرب امثال انت المدرب انت قادر يوظفهم التمرين ما هو تمرين مثل الناس شلون تبين اللاعب عشان لا 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 في 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 انتوا دخلتونا بالعالم انت دخلتونا دخلتونا انت لا هو قاعد يضربون امثله يضربون امثله الحين انا رديت لك على هالمثال ترى مو صحيح بس قول بخالد حبيبي انا رايي انا اقول لك يا بنور احنا لله الحمد ما شككنا بلاعبين النادي العربي انه ما عندهم ولاء لكن لازم نعرف شيء في كره القدم هذه كره القدم فيها مواجهه فيها قدرات صحيح. فيها كفاءات صحيح. فيها امكانيات صحيح. الخصم اللي كان امامك افضل منك فنيا صحيح. وبدنيا بالضبط. وفكريا هذا وكان مركز صحيح وياي حق ثلاث نقاط انا معك بهذه اخفق النادي العربي ذاك اليوم في المباراه صحيح هذه المباراه أخبر. اللي اداها النادي العربي مع هذا المدرب يا اخي مع احترامي حق نادي برقان احنا طلعنا في الرمق الاخير من نادي برقان خلنا لا ترد يعني